ديالي كديري لاباس عليكم بخير كلشي مزيان غادي مع رمضان كلاباس عليكم. اليوم انا غادي توجدوا معايا مائده الافطار من دار ديال ماما. انا دابا يلا غادي نبدا في البيتزا او في مشوي يلا كتقرا الحريره ومن بعد غادي نوريكم كلشي تفاصيل. يلا خليكم معايا. درت المقله فيها فلفله وفيها البصله، درت معها شويه زيت الزيتون، غندير مع شويه الملحه، ملح حتى الملح حسب الذوق. هاد البيتزا انا رفيت دايره معكم، البنات اللي باقي ما شافوهاش يمشيو يرجعوا لا فيديو. انا دايره معكم بيتزا في المقلاه، هذه ما غاديش نديرها في المقله، هذه غنديرها في الفران. كندير الملحه، كندير التحميره، غندير شويه البزار، غادي ندير دابا واحد شويه ديال الربيع. ها هنايا واحد شويه ديال الربيع غادي نخلطها مزيان. هكا كنزيد عليها واحد شويه في البوطه، غادي نزيد عليها شويه العافيه، غير واحد شويه باش ما تحرقش لينا. غادي نغطي عليها ونخلي الخضره ديالي حتى تدبال، من بعد غنرجع معكم. نبدا في العجينه ديال البيتزا، درت فيها جوج زليف ديال الدقيق على هذا العبار، هذا الزليف هذا، ودرت فيها بيضه وحكيت فيها شويه الزعتر ودرت فيها الزيت. دابا غادي نزيد عليها الملحه وغادي نعجنها وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. درت العجانه كنطور دابا باش تعجن لي العجينه ديالي. هذه غادي نطفي عليها الحشوه ديال البيتزا، غادي نطفي عليها حيت مازال غادي نعاود ندخلها في الفران. غير خليت غير البصله تدبال واحد شويه وغادي دابا نغطيها ونخليها حتى تتعجن لي العجينه ديالي. ها وجدات، انا دابا راه درت غير غندير ربعه صغارين، دابا غنجبد هاد الماطيشه باش انا غادي ندهنهم بها وغادي نعمرهم بالحشوه ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. البيتزا الاولى خرجتها، الاخرى ما درتش فيها البصله، درت فيها غير الفلفله والطون، وتا غادي تخرج وندير فيها حتى الفرماج وباش ما كان غادي نوريها لكم. غادي نعصر الليمون نحطوه باش يلا يبرد لينا. إذا درتي السمن غير بان وقت الفوق. الحشوه ديال الكفته مع الشعريه الصينيه وشويه ديال الزيتون والبريوات غادي تصايبهم شي شويه مرت خويا ماشي انا. هذه الحريره ردوها هكا طيب، دينا في البريوات هكا تعمر فيهم. هي دارت على الطحن هذا كبار، نديرهم هاد المره كبارين باش كتسدوهم بالدقيق. هذه راه قلت لكم شنو فيها، فيها فيرميسي اللي فيها الشعريه الصينيه وفيها الكفته وشويه البصله وشويه الزيتون والعطريه، شويه ملح، شويه البزار، شويه كركمية، ربيع بزار، كمون والملحه، ثومه لا وصافي. دابا انا ماما كتوجد مائده الفطور، دابا راه شي الربعه كنحطوا المائده، كنوجدوا الكيسان الطباطل هكا نوريها لكم. وجدنا مائده الافطار، حطينا الطباطل هكا كيسان كنوجدوهم هما الاولين، عاد من بعد ملي كيقرب الفطور كنحطوا داكشي اللي هو طيب، كنحطوا بعد هذا الشيء نخاو باش نبداو في المطار. هنايا عمتي كتصايب بيني، دارت فيه هنا الدقيق، خميره، بيضه، وشحال ديال الزبده ديري فيها؟ 50 غرام ديال الزبده صافي. وتخلطي باش الحليب، اها شحال ديال الحليب تتجمع العجينه على حسب المقدار ديال العجينه اللي باش اللي بغى يدير كيلو ديال الدقيق ولا بغى يدير كيلو على حسب. المهم نتوما كتبقاو تكبوا في الحليب دافي وتتجمع لكم العجينه. وهنايا دارت هاد واحد العجينه هنايا راه كتباع في كارطون،
سميتها بلادر داخل الناس اللي ساكنين في هولندا غادي يعرفوها. عمرتها بهذه الحشوه هذه فيها خيزو، ما تبانش لكم عاد الماء ندير لكم الضو باش تشوفوا فيها خيزو القرعه. شنو ثاني امتي؟ الفلفله، الزيتون، الزيتون مقطع، كلشي مقطع، داكشي رقيق، خيزو محكوك، قرعه محكوكه، فلفله مقطعه رقيقه، شوفوا. وعمرتهم وداتهم بهذا الشكل هذا. كل اسمعوا هذا ملي كتعمروا بحشوه كتحطي فوقها الطون. ودابا يمكن هنا تذوقوا من الزيتون لا ولا تخلي ما هكا غيبقاو هكا بغا يذوقوا كتدخلوا تدخلين الفران. ايوا صح. المهم هما كيدهنوا من بيض ويدخلوا الفران، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالهم. بيض راه حنا سلقناه. يلا ترجع معنا غادي نديروا هذا العصير ديال الافوكا والحليب غادي نطحنوه، ومن بعد غنديروا واحد فيه بنانه. ماما وشنو ثاني؟ بنان والليمون. يلا يعني. هو الشكل النهائي ديال بيني اللي قبيله وراتكم المقادير ديالو. طلقتي العجينه، هي طلقتي العجينه بالمدلك وكديريها بشي مرشم على هذا الشكل هذا، وهي راه حلاتها. ومن بعد مي غادا تقليهم غنوريكم الشكل النهائي ديالهم، ونوريكم حتى داك المسمن مي غادي يخرج من الفران. بلادر داخلي قلت لكم هما خرجوا على هذا الشكل هذا، شفتوا شتم كيجيو على هذا الشكل هذا، زوينين ومحمرين. بريوات اللي صايبت مرت خويا كبيره اللي قلت لكم فيهم فيرميسال الشعريه السنيون في مكفته، هما هادو. انا غادي دابا عاد غادي ندوز نقليهم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. هذه البيتزا ديالي اللي درت لكم قبيله، هذه فيها غير الفلفله والطون، ما فيهاش البصله، هذه حيت درت جوجات بالبصله وجوجات بلا بصله. هذه فيها غير بصله، غير فلفله عفوا، والطون بديش عليا رانا صايم، والزيتون وموزاريلا من الفوق. وحده راه كتقطعها ماما تما، حتى هي غادي نديرها في طبيصات اخرين ولا، حيت اللي ما فيهمش البصله غادي نحطوهم بوحدهم في طبسيل واحد، واللي فيهم بصله غنحطوهم في طبسيل بوحدهم. البيلي البيني تا هو ساليناه، ها هو غادي نحطوه دابا فاية الحليب غادي نديرو في الترموسات. البنت وقفت كده بدمها، بس سلمت عليا بيني وبينها من هنا لهيك. راحي ديري له برا، سيدك ديري له برا، باش الواحد ما تجوش تسوس. هذيك المائده خرجنا ضربنا دويره واحد شويه. هذه اختي الاخرى خرجنا بركنا شويه في الربيع. جوا واحد شويه، واحد المنظر هنايا زوين بارد.